إلى إرهاب الطرقات الآن، أين قتل صبيحة اليوم شقيقين يبلغان من العمر 5 سنوات وإحدى عشر سنة في حادث مرور أليم وقع على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بريكا وانغاوس، في وقت أصيب والديهما وثلاثة أشقاء آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كانوا جميعهم على متن سيارة سياحية عائدين من جولة سياحية قادتهم إلى البحر. لمعرفة تفاصيل هذا الحادث معنا عبر الهاتف مراسل تلفزيون النهار من باتنا سعيد حريقة، أهلا بك معنا. أهلا زميلتي يميس، هل من تفاصيل جديدة حول هذا الحادث الأليم الذي كان صبيحة اليوم والذي أسفر عن مقتل شقيقين يبلغان من العمر 5 سنوات وإحدى عشر سنة؟ تفضل. نعم، الجديد للأسف هو أن ضاحية ثالثة تم تسجيلها عند حوالي الساعة 10 صباحا، عندما توفي الشقيق الثالث والبالغ من العمر 12 سنة، ليضاف بذلك إلى الطفل الذي يبلغ من العمر 5 سنوات وشقيقته البالغة من العمر 11 سنة، ليكون بذلك عدد قتل هذا الحادث الأليم هم 3 أشقاء في وقت لازالت والدتهم في وضعية صحية حرجة بغرفة الإنعاش بمستشفى بنفليس التهامي بعاصمة الولاية، رفقة الوالد الأب رب العائلة الذي هو أيضا أصيب بعدة إصابات وصفت بغير الخطيرة. هذا الحادث الذي وقع مثل ما ذكرت فجر اليوم عند حوالي الساعة 2:30 فجرا تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 301 وانقلابها عدة مرات ما أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة. أيضا أن هذه العائلة كانت عائدة من ولاية بجاية، كانت في رحلة سياحية، كانوا على شاطئ البحر في ولاية بجاية وعند عودتهم واقتراب وصولهم من إلى مسكنهم المتواجد بمدينة بريكا وقع هذا الحادث بإقليم بلدية بومقر بين بريكا وانغاوس، ومصالح البنك الوطني طبعا فتحت تحقيق من أجل تحديد أسباب وحيثيات هذا الحادث الذي يعد الأثقل من نوعه من حيث عدد الضحايا لحد الآن منذ يعني دخول فصل الصيف، حيث سبق لولاية باتنا سجلت عدة حوادث مرور خلفت مقتل أشخاص، ولكن في كل حادث يكون هناك ضحايا بين ضحية وضحيتين فقط، لكن هذا الحادث للأسف سجل لحد الآن 3 وفيات هم أشقاء أعمارهم بين 5 و 12 سنة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل مراسل تلفزيون نهار سعيد حريقة من باتنا، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لك يا إيه. نعم.